خلينا نبدا اولى فقراتنا زي ما تعودنا، واول فقره معانا زي ما دايما بنبتدي حلقاتنا وهي فقره دايت نيوز. دايت نيوز النهارده هنتكلم فيها عن السيدات في سن الأربعين. الحقيقه هو اجمل سن في الدنيا تبتدي فيه السيده في مرحله النضوج، سواء كان الفكري او الجسماني او المظهر او الشكل، كل ده من خلال طبعا سن الأربعين اللي بيديها هذا المظهر. طيب في نصائح بقى من خلال النهاردة فقرتنا بنقدمها لكل سيدة في سن الأربعين عشان تحافظ على صحتها وكمان رشاقتها. أول نصيحة معينا للحفاظ على وزن مثالي، ممكن تعمل إيه كل سيدة؟ أول حاجة الحقيقة بتتراجع قدرات الجسم في حرق الدهون والتمثيل الغذائي الجيد، ودي المعلومة اللي لازم كلنا نبقى عارفينها. يعني الحرق بيقل، يعني طبعا التمثيل الغذائي بالنسبة لجسم الإنسان او لكل سيدة في مرحلة الأربعين بيبقى ضعيف نوعا ما عن اي مرحلة اخرى، وطبعا بسبب التغير الهرموني ده اللي بيحدث في الجسم بيأتي فيما بعد الزيادة في الوزن، وهنا بتأتي طبعا بعض الدهون تتراكم في الجسم وتزيد السيدة في الوزن في المرحلة دي، برغم انها محتاجة تعيش فيها حياة من الرشاقة والوزن المثالي. طبعا عشان ان هي تحافظ على وزنها وكمان تحمي نفسها من امراض كتيرة قوي اللي بيأتي على رأسها، السكر، هشاشة العظام، والتهاب المفاصل، دي من اهم الامراض اللي للأسف بتتربع على عرش سن الأربعين، محتاجين ان احنا على قدر المستطاع نحافظ على وزننا. تاني نقطة ان انا اكل الاسماك، تناول الاسماك والفوسفور ده لازم يكون دوري ويومي. بيرتفع طبعا خطر الاصابة بامراض القلب اللي كلنا عارفينها وبقت للأسف بتداهم كل اسرة وكل سيدة وخاصة كل امرأة في سن الأربعين. لكن لو تناولت الاسماك معدل طبعا بمعدل مرتين في الاسبوع بيعمل على اكساب الجسم الدهون الصحيه واللي بتكون قادره على دعم القلب وبيخليه ينشط ويعمل في شكله الطبيعي. طيب ايه كمان زائد الاسماك وزائد ان انا احافظ على وزني؟ اهم حاجه وهي منتجات الصويا. كلنا عارفين ان فول الصويا وما يحتويه على طبعا بعض العناصر والقيمه الغذائيه المهمه جدا، مهم لكل سيده في سن الأربعين، لان الحقيقه فول الصويا بيحتوي على هرمون اسمه الاستروجين. هرمون الاستروجين ده هو الهرمون اللي بيعطي كل امراه الصحه والانوثه وكل ما هو ممكن يخليها في كامل تالقها في هذا السن. المراه في اليابان عندها اعلى كميه صويا واقل عرضه عشان كده لمرض السرطان، وخاصه سرطان الثدي اللي احنا عارفين ان نسبته عندنا اعلى بكتير. طيب اخر نقطه هنختم بيها فقرتنا دي هو الحرص على الكالسيوم. كلنا عارفين الكالسيوم مهم قد ايه لجسم الانسان، خاصة في سن الأربعين بيقل قوي نسبته في الجسم، عشان كده محتاجين نعوض بكالسيوم، سواء كان بمنتجات طبيعية أو يعني نقدر نقول مكملات غذائية، لأن طبعا يعني اللبن بيدي كالسيوم بشكل قوي جدا، وخاصة مش أي لبن، طبعا لبن خالي الدسم اللي بيناسب أول نقطة اتكلمنا فيها وهي الحفاظ على الوزن. كده خلصت فقرتنا.